السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على رسول الله. شو رح يصير إذا الأجنبي المقيم في تركيا ما حضر دورة الاندماج؟ بداية ضعوا إعجاب للفيديو ولا تنسوا الاشتراك بالقناة لتوصلكم جميع التفاصيل. كل شخص إخواني مقيم على الأراضي التركية كأجنبي ولم يقوم بحضور دورة الاندماج، بهي الصورة أنت عم تكون عم توصل رسالة إلى الحكومة التركية إنك أنت شخص غير راغب بالاندماج على الأراضي التركية، ومستقبلا من الممكن أن تعاني من مشاكل كبيرة. للتسجيل على دورة الاندماج، طريقة التسجيل والرابط بأول تعليق مثبت. كل الحب والاحترام، سلام عليكم.